عسلامة. مرحبا بي. لاباس عليك. ربي يفضلك يا هاشم. كنت تحكي لي خدمت برشا حاجات بما فيهم لاسانتي. فما واحد يدخل لاسانتي ويخرج هو؟ خرجت ظلم. ظلم. احكي لي. انسبكتور هنا في الكاروتيير، شاب دكار هنا. مشى شكا بيا خرجني على ذمة عارفي. كي مشيت للمعلم قال لي انت ما زلت كونتراكتيال وهكا يتعامل لنا. شو عملت؟ معناتها تعاركت انا وانسبكتور هنا. وانا الشوفر والخلاصه والكونترولات الصغار معناتها كلهم يعطيو فيا في المتركين نتاعهم ويقولوا لي نشهدوا معاك اللي هو ظلمك. والشاب ديستريكت في الشرقيه ما حبش يسمع كلام. عام قداش هذا؟ عام لا اله الا الله محمد رسول الله 93 تقريبا. فما ظلم انا يسير الظلم. لا الظلم موجود بالمخص اللي كادر الكبار هذوما واش لصحتهم كما يقولوها بعد كلمه كبيره ما نقولهاش. اما ظلم كبير للخدام الصغير. ما زلت تفكروا الراجل هذايا؟ الله يرحمه ربما راه مات. هو مدحيته لربي انا. خاطر انا لاباس وقتها تاكسي نخدم تاكسي وما دخلت باش نشوف المواطن شنو في الشعب في تونس. لقيت المواطن ما يستاهلش الاحترام. كانت سهله انك تدخل لسنتي؟ صعيب. صعيب. وقتها من قبل ما. لا قبل سهل. ايه قبل سهل. لا قبل سهل. اما تو صعيبه وبالرشوه. تخدم عرب مع معارفك كلها. تحب لك زوز ملايين ثلاثة ملايين رشوة باش تخدم في أي خدمة. فما خدمة بسبعة ملايين تدخل تخدم بها. خاصة الخدمة اللي فيها برشا خلاص. إي مش هو برشا خدمت وفما خدم معناتها نقولها ومش يقص لي راسي. كل يوم يقولوا فيها. خلي يقصوا راسي. كيما البوليسية والحرس والحماية والديوانة والواحد يحب لك 17 ملايين باش تدخل تخدم. كيما زاد في الشركات الكبار في كيما شركه الفوسفات وغيرها وغيرها ولا سنتي فما برشا شركات في تونس تدخل وتخرج. ربما من قله الخدامه ربما يدخلوا. يعني ديما مطلوبين. ما هو تو قله العباد ولا تمشي الناس كل ولا تخدم تاكسيات تخدم نقل ريفي تخدم تاكسي لواجات. بريفي تدخل انت؟ اي بريفي برشا اللي يحبوا خاطر يصوروا خير. مش هو يتوجهوا للبريفي خاطر يصوروا خير وخاطر زاد يكونوا عرفات رواحهم لغه اخرى. اي موجود موجود اغلبها. ويلزم يلزم يكسروا في الرخص نتاع التاكسيات خاطر التاكسيات تو هاك تشوف ما الناس تلاجي بالمخصص في السبيطارات في المحطات الناس تلاجي وما فماش تاكسيات. قول انت ما فماش تاكسيات؟ التاكسيات مكدسينهم في الشارع. كدسين وما بلاش بلايك. انا فاهم ليش بلاك يقول لك وين ماشي هما وشوفوا برا التاكسيات راهم مش موعين راهو مش موعين. انا نجم يقول لك بالله المرسى تفرح انت تقول هذه كورسه باية نجي في برجل هنا نقول لك يزيزي هنا مش ندخل لي دار هنا عندي قضيه تعديني من الامبوتياج هذايا نقول لك بالله يزيزي هنا شكون يعملها؟ اي يعملوها فما برشا اذكياء يعملوها. وعلاش زاد سامحني في المقابل التاكسيستي درجي نتاع 5000 يقول لك لا مش في ثنيتي وما نهزكش. مش تحكي له معناها وين ماشي انت يخدم مخ. فما الامبوتياج يتعب فيه. خسر فيه. امشي اقف امشي اقف سيركيلاسيون كبيره. هذاك علاش؟ مش هو هما لو كان يعملوا كونترولات في المترو في الكيران تو الناس كل تخلص ولي هالنقل الريفي هذا ما عادش يجيروا في جرته غادي يبدو يجيروا في جرته. خاطر هو الحل الوحيد اليوم. ما الاسرع وال والمترو ما يخلصش. شنو يضرب الشوفير نتاع التاكسي الجماعي سريع جدا والمترو سامحني تنجم ساعه تصنع في مترو ما يجيكش. لا خاطر ما يخلصوش العباد. هابط البارك نتاع المترو وامشي للدبوات نتاع الكيران تلقي الكيران والمتروات ملوحين فارغين. خاطر ما ينجموش يخرجوهم كل هي قبل الوقت اللي بدات المترو 12 دقيقة يجيك 12 دقيقة درجين ما يفوتش تويك ولا لك بالساعتين بالثلاثة. أنا واحد من الناس نعرفوا اللي يجي مخر ناقف في المحطة ونقعد نستنى في عقلي ما نتنرفزش تو برشا رجال كبار وبرشا نساء يتنرفزوا كيفاش. تخرج تمشي وحدك؟ لا عادي خاطر متوقعوا مشي آخر ساعتين ثلاثة. فما مساكن نساء كبار رجال كبار مساكن يقولوا شبيه ما جاش مترو شبيه ما جاش. استنى ساعتين؟ لا نستنى
قد تكون فاضي شغل. هي ما عندي. حتى من الانتظار نسنيتها. ما عندي ما نعمل أنا. حتى أنا قلت لك على الكبار تو مشيت لكش للصغار. على الكبار مساكن اللي ما نجموش يمشيو ما نجموش ينقلوا من محطة لمحطة. هذاكم اللي تعبين من إيش؟ من ولادهم تعبين راهو. خاطر ولادهم مش متربين. يضربوا شوفير الكار، يضربوا شوفير المترو، في حال انزلاق سمعت اللي قال لك ضربوا شوفير المترو بسكينة. هكا سمعت ما ندري. مش منها. خاطر احنا في تونس كيصير حاجة نكبروها. موجودة. الوقت هذاك كانت عدد السكان شوية، ما كانتش زحمة، ما كانتش برشا مشاكل. اليوم النقل زاد على المواطن التونسي. ما هو المواطن التونسي منه فالس ما عندوش. ومنه شنو هو الجيل هذا الصغير هو اللي ذراعه في كتافه كما يقولوا في قرنه. اش معناها؟ معناتها انا واحد من الناس كي نتعدى والراس ولاد صغار نخبي المترو نتاعي ونخاف. انا قبل كنت انا في السبعينات والثمانينات والتسعينات كنت صيد ندور في البلاد. او حي التضامن، حي التحرير، الملاسين، قريش، جبل الجلود، بكل بلاصه كان يصيد ندور. تو وليت كي الراس ولاد صغار نخبي بورتابليه ونخاف منهم. فما برشا بعد اذنك، فما برشا هما كانوا عاملين بعمايلهم برشا ومازالوا حتى تقدم العمر، لا حتى تقدم العمر ومازالوا عاملين بعمايل. كي يشوف صغير في بلاصه شي يرجدوا في باش يوريه شي يبدا معناها يستعرض في عضلاته. مستانسين بالحبس هذاك مدمنين حبس معناتها عنده كيف كيف كي يقف هنا ويعمل لك مشكل. هذاك مدمنين حبس زيت. الوقت هيك غير الوقت هذا. أي. المتطلبات تغيرت مع بلادنا اليوم، حتى التشغيل الحاجات الأساسية فيه تغيرت. اليوم الناس تتجه للقطاع الخاص، تتجه أنها تنتصب للحساب الخاص، تخدم وتدخل خير بألف مرة من أنها تخدم عند ناس أخرين. والله ينجم يكون، نجم يكون. أما بالنسبة للتحكي على الغل والواحد مش غالي يا تونس، هما شعب فالس ما عندوش، ما عندوش. تو انا عندي ناخذ كل شيء. شوف تونس مش غاليه الاسعار؟ ماشي غاليه. علاش فسر لي؟ انا الغلو ما نشتيهوش. انا ساعات الخبز 230 230 ما نعطيش 250، نصرف فلوس ونعطيه 230، ما نشجعوه في الغلو. كي نقاطع الحاجه اللي ما تستاهلهاش نقاطعها ما نشريهاش. لا هكاك انا بالنسبه للغلو نبعد عليه. نلقى برشا اسوام نتبع الحاجه اللي العين تحلى عليها وناخذها تبدا رخيصه. ولا انا برشا مناسبات وبرشا مصاريف. لا لاباس. لا التونسي يقول يبكي ويشكي، لكن في المقابل فما برشا مناسبات يشري، تقول انت توا امس كان يبكي ويشكي ويشري. لا ما نشريش انا. لا تو في رمضان تقول لي او الحلو الواحد ما نشريهوش انا، ما نعملوش الحلو. قد يكون اولادك كبروا تاع على هذاك تو ما تشريش، لكن كي يكونوا عندك اولاد صغار في الدار. حتى من قبل، حتى على لوس العيد. عندي باش فيه وكل شيء. ما نشريهوش. العيد الاخراني شريته ولا؟ ولدي عريت روحك هانوك شريت ولدي شريه. ولدي خاطر عنده ولد بولده. ولدي شريه وذبحت له في الدار معايا وكل شيء. مش هو سي بيان. ما نشجعش الالوان انا بالنسبه لي انا ما نشجعش القلب. تدعو للمقاطعه نتاع المواد اللي مبالغ فيها ولا؟ ولا يرحم بيك. هذيك شنو هي؟ احنا قادمين على الانتخابات باش تتوجه الانتخابات ولا؟ لا حلفت لعنت ننتخب. انا صبعي قلت لو كان نعرفوا ما نمرضش به راني قصيت وذاي. علاش؟ انتخبت به خاطر انتخبت وما يصلحش. يا اخي جاتني ضربه في صبعي ذا يتقص. الحق قلتها؟ انا قلت صبعي ذا لو كان نتاع اللي حطيته في السمق. قلتها بالحق؟ اي والله قلت لهم لو كان ما نعرفش نمرض به لما نقصوا بالساتور هكا حطوا ننقص والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.